حل المسألة الآتية: 265 ناقص 156 زائد 9 في 15 يساوي كام؟ سعد 244. سعد، انت انضميت لقائمة العظماء في القدرات الذهنية. إجابة صحيحة. محدش يسألني هو جاوب السؤال ده بالسرعة دي ازاي، انا ما اعرفش. يعني دي فعلا يعني موهبة من عند ربنا. الحمد لله. بالظبط كده فعلا، يعني الحمد لله ما شاء الله.